صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم، ويا رب يكون يوم خير وصحة على الكل، وكل عام وانتو بألف خير لكل اللي عم يتابعونا أكيد، وإن شاء الله تكون سنة هيك مليانة بتحقيق كل الأمنيات اللي حاطينا ببالكم. يعني هي العادة أنا كتير بحبها بالمطبخ الشامي، هلا المحافظات السورية إجمالاً يعني بيحبوا إنه يبلشوا السنة الجديدة بأكلة هيك بيضة، وأنا بحس إنه المطبخ الشامي هن محافظين على هي العادة، فأنا كتير بحبها هي العادة. فاليوم رح نعمل أكلة الباشا وعساكرو اللي هي عبارة عن لبن مطبوخ معها كبة لبنية ومعها ششبرك. رح بلش بعجينة الكبة بالأول، أنا أكيد محضرتهم من قبل بوقت، يعني الطبختين هن بدهم وقت وبدهم حدا يساعدكم أكيد بالمطبخ، فمش عشان هيك في قسم أنا محضرته، بس رح أحكي بالتفصيل شو عملت بعجينة الكبة. هلأ أول شيء عندي عيار البرغل بده نصه هبرة، أنا هون عم بستعمل 250 جرام من البرغل، البرغل الناعم الأبيض أو الأحمر، أكيد الاثنين بيطلعوا طيبين وبيطلعوا زراف كتير على الطبخ، بس هون بالمطبخ الشامي أكثر بنستعمل البرغل الأبيض، بالمطبخ الحلبي بنستعمل البرغل العمقي أو الأحمر أكثر. عم بستعمل 250 جرام ربع كيلو، رح استعمل معهم 125 جرام من الهبرة، بس أنا قبل ما أضيف الهبرة بغسل أكيد البرغل وبصفيه كتير منيح، بحط قشر الليمون مع البصل مع البهارات اللي هن كزبرة وبابريكا، ملح وفلفل أبيض وبهار وقرفة وكمون، هدول البهارات اللي بستعملهم، بضل بطحن البرغل ليصير ناعم، بعدين بضيف الهبرة آخر شيء وبدعكهم كتير منيح لتوصل معي العجينة لل نعومة والطراوة اللي بدي اياها. وانا عم بطحن البرغل اكيد بضيف مي، انا قلت بالاول بغسله على السريع البرغل وبعدين بصفيه كتير منيح، بعدين ببلش بطحنه وانا عم بطحن بضيف مي. هلا انا قسمتهم هيك صغار لانه بحب الكبة اللبنية تكون صغيرة، ونحن يعني اشتغلنا بالكبة من قبل بس رح ارجع عيد، وانا عم بفتح الكبة بحاول انه باصبعتي وبين راحة الايد اضغط على مهلي لحتى افتحها للسماكة اللي بدي اياها، وطبعا كل ما كانت الكبة رقيقة اكثر كل ما كانت طيبة اكثر. بالنسبة للحشوة، الحشوة هي عبارة عن بصل ولحمة ناعمة، بقليهم بشوية زيت ما بكتر زيت، بعد ما تدبل البصلة بحط اللحمة وبحط البهارات اللي هن الملح وفلفل اسود وبهار، واخر شيء بحط جوز، اكيد الجوز اختياري بس مع الكبة بتطلع كثير طيبة. بعد ما احط الحشوة بحاول لم الاطراف، انا عم حاول افرجيكم كيف بنلم الاطراف، بعدين بحاول زبطها وبلك ايدي بمي وشويه نشا وانا عم بشتغل اكيد لحتى زبط العجينه وما تكون مفتحه العجينه بهذا الحجم. نرجع نعمل وحده ثانيه. هلا انا الكبه اللي حضرتها قليتها، نحن بنقول على هي العمليه تشميع الكبه، اكيد انا لما بحضرها قبل بوقت وبدي احفظها مثلا بدي اطبخها ثاني يوم او احفظها بالفريزر اذا كان عندكم كهرباء، الافضل انه انا اشمع الكبه لحتى ما الاقيها لزقت ببعضها او البرغل طري عندي بالفريزر. فبتحموا الزيت حراره وسط العاليه شوي، بعد ما يحمى عندي الزيت بنزل حبات الكبه وبس هيك دقيقة أو دقيقتين لحتى يتشمعوا بالزيت، بعدين بطلعهم بمصفاية بصفيهم كتير منيح، بتركهم يبردوا، بعدين أكيد بحطهم بعلب مسكرة كتير منيح محكمة الإغلاق وبغطيهم بنايلون وبحفظهم بالبراد. مو شرط أنا أقلي الكبة بالكبة اللبنية، هلأ في ناس كتير يا أما بيسلقوها بمي مع باقة عطرية أو بينزلوها بقلب اللبن دغري، كل الطرق بتشتغل وهي حسب أنا إمتى محضرة، يعني أنا هدول اللي عم حضرهم هلأ ما رح أقليهم، رح نزلهم باللبن مثل ما هنن. هلأ قبل ما ترجعوا تكملوا باقي الفقرات خليني بس غير الكفوف، رح بلش باللبن، أكيد اللبن لأنه بده تحريك ولازم ضل واقفة، عم حرك اللبن، عندي هون 2 كيلو من اللبن، رح شغل تحته النار ورح ضيف مع اللبن، عندي معلقتين من النشا، ممكن زيد النشا حسب سماكة اللبن، يعني أنا رح بلش بمعلقتين وإذا حسيت إنه اللبن مريء ممكن أرجع دوب نشا بمي باردة وأرجع ضيفهم. هلأ رح ضيف نص كوب من المي، قلب النشا أكيد رح خلطه مع المي، بعدين رح حطه فوق اللبن، بس بضمن إنه أول شي يكون اللبن بارد ما يكون سخن اللبن، وثاني شي إنه النشا يكون خلط مع المي لحتى ينخلط معي بقلب اللبن بطريقة كتير منيحة. هلأ اللبن أنا ما رح ضيف بيضة، أكيد فيني ضيف بيضة للي بيحب أنه يضيفوا بيضة للبن، بس أنا إجمالاً بعتمد على النشا أكثر من البيضة،
واللبن بس مرقه بمنخلة أو مصفاية ناعمة لحتى ما يفرط عندي، أو ممكن تضربوه بالخلاط شوي، بهيك حالة ما رح يفرط عندي. أنا رح ضل عم حرك اللبن أكيد لحتى يغلي عندي، ما رح قيم إيدي، مشان هيك يعني بلشت فيه لحتى يكون غلى اللبن تحت الهواء. بعد ما يغلي بحط البهارات اللي بدي اياها اللي هن ملح وفلفل ابيض، ورح استعمل معلقه صغيره من بودره الثوم وبودره البصل. هلا انا اللي رح اعمله رح ضل عم حرك اللبن ليغلي عندي، ما رح احط البهارات، رح استنى لترجعوا لعندي بالفقره الثانيه لحتى نحط البهارات مع بعض. وبس يغلي عندي اللبن انا رح هدي تحته وكمل حبات الكبه اللي تركتهم. اكيد للفقره الثانيه رح اترككم تعبوا باقي الفقرات وبرجع بلاقيكم انا، واكيد هلا مع مشلين وورد رح ترجعوا تكملوا باقي فقرات صباح الخير. شكرا لك يا شيف. ليكك قلتي كبه لبنيه، شو قلتي؟ كبه لبنيه، فهي بتشبه كبه لبنيه كثير صح؟ هي كبه لبنيه وششبرك، يعني الاثنين بينطبخوا باللبن. تمام، فنحن رح نعمل طب سؤال، انت الكبه قليتي اللحمه اللي فيها قبل ما؟ اي طبعا. اوكي، لانه ما طلعت تستوي هيك، انا عم فكر كرجل يعني انه لا اكيد الحشوه بالاثنين بالششبرك والكبه لازم تكون جاهزه مستويه. الحشوه بس العجينه ممكن انا اقليها، وهلا كمان الششبرك رح نحكي عن انه فينا نشويه وفينا لا كمان. تمام، لانه هن يعني العجينه رح تنطبخ بقلب اللبن. في ناس بيعملوا نص بنص، نص بيقلوه ونص بيتركوه هيك. يلا شكرا يا شيف، يعطيك العافيه. شكرا كثير لك يا شيف، يعطيك العافيه. ما اشبك شيء بالطبخ، برافو عليك. ما اشبك شيء، ما اشبك شيء، لانه احنا طلعت مع حلبيه. على فكره بدي اقول لك انا طلعت معك حلبيه، انه هي قلتي هي قلتي قال لك قلتي هيك. يا اخي بس تقولوا طبخ وتقولوا مطبخ حلبي فبتقولوا انه سيد من طبخ، طبعا ما حدا يزعل مننا من باب المحافظه. بس اجتمع اثنين حلبيه، انا اسفه انا قايمه. ايه بشرى وانا. طيب نجاح كونتها لحظات لا تنسى مع مركز جلجامش. يسعد صباحكم عن جديد، وهلا صار الوقت لحتى نكمل وصفتنا لليوم باول يوم بالسنه. اليوم حبينا نعمل باشا وعساكره، اللي هي كبه لبنيه مع ششبرك، اكيد مطبوخين مع بعض. نحن بالفقره الاولى حكينا عن الكبه، عن العجينه، واشتغلنا مع بعض كمان كم حبه، وانا كملت الباقي تحت الهواء. وحكينا عن اللبن، انا حطيت كيلين لبن، بعدين خلطت نص كوب من المي مع معلقتين نشا، وخلطتهم كلهم على البارد وحطيتهم على النار، وضليت عم قلب اللبن لحتى غلى عندي. هلا هون انا هديت النار. لا تحطوا البهارات قبل ما يغلي اللبن، لانه وحده من الاسباب انه اللبن يفرط عندي انه انا احط البهارات من الاول. هلا بعد ما غلى اللبن راح اضيف فلفل ابيض، راح اضيف ملح، وراح اضيف بودره بصل وبودره ثوم. هدول هنين البهارات اللي راح استعملهم لللبن. ممكن تحطوا بهارات الدجاج اللي بيجي ميكس البهارات، بس يكون لونه أبيض لحتى ما يغمق عندي اللبن. هلأ اللبن عندي صار جاهز، آخر مكون رح ضيفه هو اختياري، اللي هي كوب من الكريمة، كريمة الطبخ. يعني فيكم تضيفوها أو لا، يعني لحد هون عن جد طعمة اللبن لحالة كتير طيبة، بس إذا حطيتوا الكريمة رح تعطيني هيك قوام دسم أكتر. إذا كان موجود حطوا الكريمة، ما أنه موجود خليكم على اللبن. أصلاً هلأ بس حطينا الكبة والششبرك، يعني رح يطلع الطعم كمان كتير طيب. هلأ هون اللبن صار جاهز عندي، رح أتركه شوي على حرارة هادية، ما رح أطفي تحته لبين ما نجهز شوي من الششبرك، وبعدين رح نزل الكبة مع الششبرك بقلب الوصفة. هلأ هون عندي عجينة الششبرك، أكيد أنا غطيتها، واتركوا العجينة مغطاية لحتى ما تنشف عندي. بلش أول شيء الطحين،
الطحين والسكر والملح بخلطهم مع بعض، بعدين بضيف الزيت والسمنة كمان بخلطهم مع بعض، بعدين بضيف المي، والمي لازم تكون كثير سخنة يعني تقريبا عم تغلي المي، وبعدين بعجنهم كثير منيح لأحصل على هذا القوام. المي ضيفوها بالتدريج لأنه أحيانا ممكن استعمل كمية مي أكثر أو أقل حسب نوع الطحين. هلا أنا رح أقطعهم كمان قطع صغيرة، يعني أنا بهي الأكلة بحب حبات الششبرك والكبة يكونوا صغار، بقطعهم فيكم تكبرون أكيد يعني، بس أنا عم قلكم أنا كيف بشتغلون، بقطعهم بالحجم اللي بدكم إياه، بحط شوي من الحشوة. هلأ الحشوة بالنسبة للششبرك تقريباً نفس حشوة الكبة، بس ما بحط إلا جوز، ممكن حط كزبرة خضراء، هلأ في ناس بيحبوا الكزبرة الخضراء بقلب الحشوة. الكزبرة الخضراء ممكن أنا حطها إذا بدي أطبخها دغري، ما بدي فرزها، ما بدي حطها، ما بدي أشويها بالفرن، فيني حط كزبرة خضراء، بس إذا بدكم تشوا الششبرك بالفرن أو تفرزوها الأفضل إنه ما تحطوا كزبرة خضراء، لأنه رح يتغير قوامه ورح يتغير طعمه. رح نرجع نعمل حبة تانية. فأنا هون عندي حشوة الششبرك، هي بصلة قليتها بشوية زيت نباتي، بعدين ضفت اللحمة المفرومة ناعم، بعدين حطيت البهارات اللي هنن السبع البهارات أو البهار اللي بنقول عنه بهار، وقرفة وملح وفلفل أسود، أكيد هدول هنن بس. ومثل ما قلت اللي حابين يحطوا كزبرة خضراء أكيد فيكن. بعد ما أتني العجينة فوق الحشوة وبسكرها كتير منيح لحتى ما تفك عندي، بعدين بلفها وبسكرها، ومثل العادة أنا رح كملهم هدول. بس قبل ما ترجعوا لعند مشلين ورد، آخر الشيء السمنة أو خليط السمنة مع الكزبرة اللي رح ضيفه على الوش، رح بلش بكمية منيحة من السمنة، تقريبا شيء 3 معالق كبار من السمنة، بعدين رح قلي فيهم معلقة كبيرة من الثوم، يعني هاي الأكلة بتحب السمنة والثوم والكزبرة كتير، رح أضيف ثوم مهروس أكيد، معلقة كبيرة من الثوم. هلأ بعد ما يتقلى عندي الثوم شوي صغيرة، يعني أنا ما بحب قلي كتير، بس يتقلى عندي الثوم ويطرى، رح أطفي النار وحط معلقة من الكزبرة اليابسة، معلقة كبيرة من الكزبرة اليابسة، وكزبرة خضراء أكيد هي قد ما بتكون، معكم من النص كوب للكوب حسب قد ايه بتحبوا، وهذا الخليط رح زين فيه الوش. هلا أنا هون عندي لبن صار جاهز، نزل فيه حبات الكبة والششبرك، رح نزلهم واتركهم يغلوا تقريبا بين الخمس دقائق للعشر دقائق، رح اسكبهم وحط آخر الشيء خليط السمنة مع الثوم مع الكزبرة على الوش. أكيد رح تشوفوا النتيجة النهائية بآخر الحلقة، ولوقت رح أترككم تابعوا باقي الفقرات وبرجع بلاقيكم بآخر الحلقة. أيوه هيك الهفة ضلت آخر شيء تبع توم ونعنى. بتحطي نعنى؟ ما بتحطي؟ لا هلأ بحلب بنحط نعنى. لك كيف جاوبت؟ أنا سكتت. ما في نعنى. الشيف عم تجاوب. بعتذر أنا. بحلب مزبوط بنحط نعنى، بس بالشام بنحط كزبرة. أوكي. هلا هي يعني حسب أنتوا حابين. هي بالاثنين طيبة على فكرة. إيه وطريقة طبخها مختلفة تماماً بحلب بتحسي، ما؟ مو تماماً يعني إيه في شوية اختلافات. يعني نفس القواعد ولكن طريقة النفس بتختلف، وأنا برجع بقول مع الاختلاف تتنوع السفرة والله يديمها سفرة عامة. آمين يا رب، مهم ما يفرط اللبن من الآخر. شكراً لك يا شيف. يسعد صباحكم عن جديد، وصلنا لآخر الحلقة وأكيد وصفتي صارت جاهزة. اليوم عملنا باشا وعساكرو اللي هي كبة لبنية مع ششبرك، وهي النتيجة النهائية. هلأ أنا ما حطيت اللبن كله، يعني أكيد تركت حبات الكبة والششبرك أكثر لحتى تبين معاكم، بس كمية اللبن أكيد بتكفي للكميات اللي اشتغلناها. بتمنى هيك وصفتي تكون عجبتكم، تجربوها وتخبرونا، وبشوفكم بكرة إن شاء الله بوصفة جديدة. كل وصفاتك تعجبني. شكرا. وأنت شو؟ تعجبني بقوة، تعجبني بلس برو ماكس. شكرا يا شيف. يعطيك ألف عافية وينعاد عليك يا رب وعلى عائلتك بالخير والسلامة. يسلم إيديكي، وكل عام وأنت بألف خير، وكل عام وكل مشاهدينا بألف ألف خير، وإن شاء الله يا رب تكون سنة خير علينا وعليكم. آمين. تنعاد يا رب بسنوات قادمة، ونتذكر 2024 نقول خي 2024 كانت نقطة مضيئة ومفصلية وتحول بحياتي. تبقوا بألف خير، منشوفكم بكرة. أكيد تبقوا بألف خير، وأنا بتمنى لكم أنه هيك يكون نهار كلياته رواء، كلياته طاقات إيجابية، تجتمعوا بالأشخاص يلي بتحبوهم، وتبدوا مثل ما قلت ببداية الحلقة برجع بعيدة، تبدوا سنتكم بمحبة. إذا بلشنا بهي الكلمة صح. يعني بتكون سنة سلام على الكل يا رب. نحن بونوي لأنه هلا صار وقت النوم. تبقوا بألف خير، بكرة حلقة جديدة. باي باي.